أصدقائي في عدد جديد من حصتكم أساعد أمي. اليوم وكما في كل مرة راي حضرة معنا ميليسا. مرحبا يا أطفال. وبينجو. مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في حصة جديدة مع أساعد أمي. جبنا لكم اليوم زوج وصفات سهلين بالبزاف اللي تقدروا تساعدوا بهم الأم تاعكم في رمضان. نقول لكم شنو هما هاد الوصفات ولا لا؟ يا درا خاطر انا نشوف المقادير الله يبارك فيه معمره الوان وشت الخضره يعني معناتها حاجه صحيه 100%. قولينا اليوم رانا رايحين نديروا لكم محلبي وان جو بريسي تاع الشمندر وزروديه. شحال نحب المحاجب زين بنان. محاجب محلبي انت قلتي لي مش قلتي محاجب محلبي المحلبي شحال نحبوا في رمضان خاصه في السحور متسحر به حبيرك ما تجوعيش كامل الصباح زين بنين. نبداو في المقادير تاعنا. نسحقوا ما زهر لافاني 3 مغارف كبار تاع سكر 3 مغارف كبار تاع مسحوق الرز. هذا انا جبت معايا نواه كوكو كولوري ولا جوز الهند ملون للتزيين مع شويه قرفه. ونسحقوا ثاني نص لتر تاع حليب باش نديرو الجو. نسحقو زوج كيلات تاع الشمندر لازم يكونوا مفورين وكيلة تاع زروديه تاني لازم تكون مفوره. ونسحقو تاني كيلة تاع سكر وليتلا تاع حليب وكاس صغير تاع السيغو تاع نعيطو حنا غرنادين. نبداو في التحضير تعاونيني. انا ندير جو بريسي. معليش انت دير. انا نحب ندير بزاف لي جو بريسي شاطر فيهم في المنزل. كيفاش نديروهم اسك على بالك ولا لا؟ لا شافي نبداو نديرو الحاجه الاولى نديرو الحليب. ايه فوالا ريتله تاع الحليب نفرغوها كامل كام صح هكا. الكالسيوم شوفوا كيفاش هو يهبط الكالسيوم. شوف شوف فيتامين دي هاوليك انا شفت 25 حبه وقيله فيتامين دي ولا ما بيت. حنا ثاني نبداو نديرو المحلبي تاعنا فوالا. من بعد نديرو الشمندر اللي هو البيت غا نديرو الشمندر. اعطيني الكويير ميليسا أكيراق دا وقيلة اليوم تاني كيف فترة؟ اليوم راي صايمة. أكي صايمة؟ على بيهارة وغالبك رمضان. حنا نبداو نديرو المحلبي تاعنا. هاكي انتيا خلطي لي. نحطو نص لتر تاع الحليب. هاكا. شحالي طرش الحليب هذا؟ معمر بالفيتامين. طرشني كامل قريب وسخ لي حوايجي مزيان بس تعب ليا هذه مزيه الحمد لله. نديرو 3 مغارف كبار تاع السكر. بدا يتحرك يبدا هكذا. بعد نديرو سيغو ياك. اه نديرو سيغو. درت كامل الفواكه ندير سيرو كامل هكا. ونزيدو 3 مغارف كبار تاع الرز المرحي لا مسبق الرز هكا. والسكر نخلوه في الاخير في الوسط ماشي في الاخير ياك تاتا. هكذاك شتي باللي نعرف انا شاطر. نبداو نحطو بشويه. ميليسا ماشي شاطره او غالبها رمضان اليوم. تاني في هذا نقدروا تاني نزيدو حل اللي تشوف. نحطو مغرفه صغيره بوك مية صغيره تاع لافاني تاني دير لوكو بزاف بنين هكا. ذوق الفانيلا فانيلا فانيلا. حنا تاني نحطو مغرفة صغيرة هكا شوية. وشحال بنين دوك احنا مادامنا حركنا مليح هذا الخليط تاعنا لازم تحركوا مليح نحطوه فوق النار حتى وين يعقد لنا. لازم تزيدوا السكر ايضا. لازم تزيدوا النار. لازم تزيدوا النار وحدكم. لازم واحد يشعلها لكم.
تفاسي وغلبة رمضان اسنا زيدوا له شويه سكر ما نعطيك الذوقي ايه ميليسا هو انا صايمه نعم ذوقي 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 لا لا انا صايمه ذوقي شوفي لا بنين لا ماشي بنين قولي لي نزيد له السكر الى زيد له الملح ايه حطي هدوم الداخل هاكي ميليسا شاطرة عطيني هاد ها ايه بالوحدة بالوحدة دوكا انا ندي العصير تاعي جو بريسي هذا نديه للثلاجة يبرد لازم يخليه يبرد زيدو شوية لكلاصو تاتا نورمال فوالا زيدو له شوية لكلاصو هاكي ماما دي هادي انا نديه للثلاجة يبرد ونعاود نرجع ونجيب لك ميليسا ذوقي شوية اه صايمه ذوقي ذوقي غير شويه روحي ذوقي شمي شمي يا هيا هيا شمي 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 كيف فاتح ذوق نولي ذوق نجي صايمه نحلة الثلاجه ونجي زكي تعاوني ماما كلها خلاص حبستي سياني عاونها دير تحليات لي جاتو سخطو بشوكولا عشان نحب شوكولا نموت عليها وراكي تسيري كنا نخدموهم دايما اي نسيهم ويخرجوا لي انتم تلك اطفال سيهم وجربوهم ورجعونا بالخبر ها قلت لهم فطروا كيما انا لا لا واش قلت لهم قلت لهم جربوا لي قلت لي احنا نديروهم اها وبنان لما شي بنان بنينة شتي شحال بنينة بنان البارح هذيك اللي درناها شحال عجبتني ياه عباك اصدقائي الاطفال كامل حيطوا لي قالوا لي بينغو هذيك كيفاش قلت لهم انا درت لكم الطريقه كيفاش انتم لازم تروحوا مع ماما وتجربوها في المنزل في المطبخ كي تكون ماما هكايا تكمل حيت باش ما لازمش ديرونجي واخا هي تتعب في رمضان تتعب بزاف لازم حنا نحاول بوراك وشلاضه حمل حلو هذو كامل ديرهم وحنا نزيدو نهبلوها حنا لازم نقصوا عليها مش نهبلوها فوالا لازم دايما تقعدوا عاقلين ثاني تقعدوا عاقلين اسمها واش نديرو كي تكمل هي حنايا نروحوا للمطبخ ونقول لها تحاول ولا نقول لك حاجه انا نبيع لك لازم قبل ما تبدا هي خاطر تكون عيانه ومن بعد ما تعاونناش انتي واش ديري قبل ما تبدا عالزوج روحي ليها قولها ماما حبيت ندير هذه ديري هذيك ما تحطيها في الثلاجه وروح ديرو دخش لا لا في دابا باش دير وحدها لازم ما تقربش اللي غسلت اللي نديرو فيهم في النار بيان سور لا لا مع ماما لازم ماما تعاوننا لازم تكون معنا في المطبخ ما دا حنا نروحو نرقدو وماما مسكينه تكمل لنا كلش وما تروحوا الطابله وناكلوا الماكله شحال بنينه يا هي طابت هذيك ولا مازال ما طابتش هذيك مازال لازم دائما نصبروا وشنو لازم نصبروا بينغو ايه نصبروا مليح صبروا جميل لازم نصبروا بصح ثانيك جعنا صبرنا بصح جعنا سمع وغالبك رمضان اه وغالبك رمضان ايه قلت لك تيك وغالبك رمضان قلت لي لا لا يوم سحرت ولا لا لا اليوم تسحرت ايه وكليت بزاف يا حاتم ما كنتش دايره قد هكا ولكن ما صدتش كرشي مش عارف وين راحت انا عمرت هكا عمرت عباك شحال شربت ما شربت زوج لي ثلاثه ونص تاع ما زوج قرع هكا ما داك كي نوت ما صدتهمش مش عارف كاع وين راحوا وين راحوا ميليسا سبحان الله يا على بيه ما عاودت عطشت الصباح يسمى غدوه زين نشرب نشرب بزاف ولا نشربوا شويه هو الماء مليح للجسم الانسان على بالك مليح على بالك لازم نشربوا بزاف الماء خاصه كي يكونوا صايمين لازم نشربوا على الاقل قاروره ونصف على الاقل في الليل هذيك في هذيك الصحراء باش الجسم تاعنا يتغذى مليح بالماء والحلب يتغذى بالنار ولا مازال ما تغذاش ان شاء الله يا ربي ولي خاطر يا ربي ان شاء الله وناكلوا اسمعوا ما دوكا واش نزيدوا له دوكا كي يبدا يختهر شويه نزيدوا له غير المزهر اها بعد نحطوه في الطبق تاعو اللي لازم يبرد فيه اها نحطوه في الثلاجه حتى يزيد يبرد بيا حتى يبرد بيا ونديروا له لا ديكوراسيون تاعو التزيين تاع طريقه التزيين طريقه التزيين وزينو زين يوم ثاني كل واحد كيفاش يزين الطبق تاعو نشوفوا شكون يديروا شباب كامل انا نعرف ندير زين محلبي نعرف نعرف علمتني ماما كيفاش ديروا دي محلبي بصح ما جبتيليش الطابع كاين واحد الطابع نديرو هكا ومبعد نديرو في محلبي هكا بعد يخرج هذاك طابع زين شباب يوم ما جبتوش يوم ما جبتيليش طابع جبناه او بدا يطيب بدا يطيب حاله عطي ميليسا الذوق تاعك باسكو ميليسا لا لا من دوك انت فطريتي يا ندخل من دوك او قريب يقدم بينغو وشنو او قريب يقدم شحال مازال
على باليش بصحه وقريب على مالا فطري نوغ مع دوقي هكذا قشيه هذه او قريبه كي كملتي خلاص مادام قربت ما لازم تصبر هاني صعبان ها هو بدا يغلي مشنو هو بدا يغلي ها وتغلى شوفي لو كانت سيحي بحال بفوق الكويسين يا روش ديلك ماما يا يما يا يما يا يما يا يما هو بدا يستح ها ها وسح فوق يا حي يا حي دفقاته كامل شفتي لو كنت تشوفي ولا غير اقول لك حاجه واش ندير لك ماما شوفي ما جميع الامهات كلش كلش ما تسيحيش الحليب فوق الكويزينيا هذه ما يحبوهاش واش دير ساح ها واش دير هذا كاع انتيا خاطر انتيا قاعده تقولي لنا حتى سحلي هكذا دار ايه خلاص الحمد لله صح درتي ديقه شوفي انت كيفاش تقابلي ماما معليش دوك حنا نمسحوه قبل ما تجي ماما خاطيني انا ما كان خاطيني هكا اسمع ايه شو سبحان الله كيفاش داير شو ليه مني تشبه هادي شكون هي وشنو هادي من على بالك يعني ورقه تاع شجره ورقه تاع شجره كيتشبه الورقه تاع الشجره ورقه تجي شويه حطها هكا اسمع تاعها هكذا نجيب لك صفايه لا لا اش ندير الصفايه ما سحقوهاش هكذا انه لذيذ طيب بيان داك نحطوه في الفريجيدار نحطوه في الثلاجه ندير الثلاجه ندير الثلاجه يلا ندير الثلاجه اي ماما دوك حنا نخليو المحل بتاعنا لازم يبرد شويه نعاودو نروحو فاصل ونعاودو نوليو لكم لتحضير المحل بي يلزم لنا نصف لتر من الحليب 3 معالق كبيره من ارز مرحي 3 معالق كبيره من السكر كوب صغير من ماء زهر للتزيين قرفة وجوز الهند ملون لتحضير عصير الشمندر يلزمنا 2 كيلة شمندر مغلى كيلة جزر مغلى نصف كأس سيرو ذوق الرمان 3 معالق سكر ولتر من الحليب انا ولينا لكم اصدقائي وكما راكم تشوفوا جو تاعنا راه برد كان تشوفي شحال بارد من المحل بي راه واجد دوك قعدنا غير نسربيو جو ونديروا تزيين تاعنا تاع المحلبي يلا انا نبدا بالعصير تاعي ومن بعد نجي عند المحلبي تاعكم ها نبدا بالعصير يا ماما هذيك الريحه شحال شابه اللي تخرج منه صحيه 100% شاف 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 شحال شابه شاف شاف معايا هذا الكاس الاول وميليسا ما نعطوهاش تشرب خاطر راهي فاطره ميليسا تي ما تشربيش ولا اكرام اني سايما بينغو مازال اكي سايما باش نشربو حتى حتى كيأذن على بالك مالا لازم تزيدي تصومي في الليل لا هلا باش البارح فطرتي لازم تزيدي تصومي حتى في الليل لا هلا بينغو ايه ما كيش عارف انا نقول لك عمو بينغو يقول لك لازم تزيدي تصومي وما تشربيش الجي وما تاكليش محلبي غير يخلص محلبي والجي تقدري اسنا نحطو هذه الحصيره هذه منا دنوها هنا فوالا شوفي العصير تاعي شحال درتو شباب شحال جازين بنين المهم حنا المحل بتاعنا بزاف شباب حتى الريحه تخرج منا يا يما يا يما ذيك الريحه شحال شابه المهم حنا المحل بتاعنا جا بنين وشنو بينغو واش بيه المحل بتاعكم جا حيل جا بنين سما ذقتيه سما راكي لا لا ما ذقتوش قصدي جا شباب ماشي عجبنا وبين خرج بنين شوف هادو اليوم تاع السحور ايوا هادو نتسحروا بهم ولا غدوه ان شاء الله كي نجوا للحصه نجوا ناشطين ونجوا بقوه باسكو معمرين بالفيتامينات كيما راكم تشوفوا اصدقائي الوصفه تاعنا كملناها و راهي واجده جيرو يبان بزاف بنينه انا شفت شحال نعرف ندير العصير عصير جيرو واش رايك ان شاء الله تكون عجبتكم انا راهي هايله هذه الوصفه وسهله تانيك مالا ما تنساوش تعاونوا ماما وبابا في المنزل تسيو تديروا هذه الوصفات السهله اللي رانا نقوموا بها حنا واش نقول لكم نقول لكم صحه فطوركم يعطيكم صحه نتلاقاو غدوه ان شاء الله في وصفه جديده سهله مهله على خير صحه فطوركم